السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله نبدأ معاكم مراجعات هامة جدا في الكيمياء لأولى ثانوي. انتظروا مراجعات يوميا أو يوم بعد يوم الفترة الجاية، حل مسائل، شرح بعض النقاط الهامة في الكيمياء، حاجات مهمة جدا نحاول نفتكرها مع بعض ونحلها مع بعض. يعني النهاردة مثلا هناخد مسألتين ثلاثة كده، من ضمنها مسائل مطلوبة بالاسم بالنسبة لليوتيوب. قبل ما نبدأ إن شاء الله ما أذكركم وأفكركم إن اللي ما اشتركش معانا يشترك، يضغط على الجرس، نحاول نشوف الفيديوهات للآخر، ما نبصش بصة كده نقوم ماشيين، لأن بقى فيه أفكار حلوة. يعني حتى إنك أنت خدت مسألة ومشيت، لا، في مسائل تانية بتبقى قوية وحلوة وفي أفكار حلوة بإذن الله. نضغط على الجرس، نشترك في القناة ونضغط على الكل عشان يوصل لكم كل جديد، ونشارك الفيديوهات بجدية عشان نفعل بس القناة شوية وتدعم بإذن الله بفضل من الله أولا، ثم بمشاركتكم معنا ونشير الفيديوهات لزمان. نبدأ على طول كده إن شاء الله. لو جه قال لي احسب النسبة المئوية لكل عنصر في نترات الأمونيوم، دي مسألة مشهورة جدا 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 وتطلب كتير. ممكن ما يطلبش مني لكل عنصر، بس انا هعملها لكم لكل عنصر عشان ايه تبقى سهله معانا شويه. خلاص، لو طلب مني إيه، طبعا بعمل لي بين قوسين كده لازم النيتروجين بيساوي 14، دي الاعداد الكتليه بتاعتها، وعند الاكسجين 16. خلاص، وعندي ايه النيتروجين والاكسجين والهيدروجين، الهيدروجين واحد. الكلام ده مهم جدا في نترات الامونيوم، ونبدأ بسرعة عشان ما نضيعش وقت. ايه هو القانون يا مستر؟ اولا القانون، النسبة المئوية اللي هكتبه بقى الايه الاساسية، النسبة المئوية الكتلية بنجيبها ازاي؟ بتساوي عدد ذرات العنصر، عدد ذرات العنصر في المركب اللي عطوهولي. خلاص، في الكتلة الذرية بتاعته اللي عاملها لك بين قوسين، في الكتلة الذرية اللي بنقول عليه العدد الكتلي، يعني على كتلة المول للمركب اللي عطوهول. ما تنساش تضرب في 100، لان في ناس يقول لك نسبة مئوية يبقى 100% بره وخلاص، لا، لازم يتضرب فوق في البسط ايه في 100. نبدأ بقى على طول عشان الوقت، هقول النسبة المئوية. طبعا قبل ما اجيب حاجة، انا عندي نترات الامونيوم NH4 NO3، نجيبها ازاي؟ الصيغة على طول، صيغة بنائية أو صيغة جزيئية على طول. يعني النترات NO3 الأمونيوم NH4 زي ما أنتم عارفين، دي أحادي ودي أحادي. خلاص، طب ليه يا مستر دي مجموعة ذرية؟ إحنا عارفين المجموعة الذرية على اليمين مش على الشمال، لأنها مجموعة موجبة، ما تنسوش دي موجبة. طيب إحنا عاوزين نجيب 1 مول الأول، إحنا ما جبناش 1 مول، 1 مول من نترات الأمونيوم. طب أجيبها إزاي يا مستر؟ سهلة جدا، بنجيبها وعارفين، هنقول 3 في 16. ازاي؟ جت منين؟ 3 ذرات اكسجين في 16 اللي هو عطاها لي، زائد كام ذرة نيتروجين عشان نختصر؟ 2. في النيتروجين كام؟ 14. الناس اللي ما ذاكرتش كيمياء من اول السنة، نبدأ مع بعض دلوقتي اهو ان شاء الله مع بعض، 4 في 1. خلاص، وبإذن الله يوميا نحاول ننزل مراجعات كيمياء فيزياء احياء، ونكثف الموضوع النهاردة عشان امتحان الأحياء بتاع بكرة بإذن الله. خلاص، بيساوي 3 في 16 ب 48 زائد 28 زائد 4 هتساوي كام؟ ادي كده 16 20 80 جرام، 80 جرام. طبعا طلبة يقول لي بالآلة الحاسبة، ما فيش مشكلة، احسب بالآلة الحاسبة. نبدأ شغلنا بقى، النسبة المئوية لأي عنصر يعجبني. يعني ايه يا مستر؟ انت عندنا اي عناصر موجوده اهي، ابدا باي حاجه، ابدا بالاكسجين، نبدا بالاكسجين، النسبه المئويه للاكسجين. يلا نطبق القانون اللي فوق ونشتغل على طول. عدد ذرات الاكسجين كام؟ 3 في 16. تمام، انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انا قايل لك الشرط، عدد ذرات العنصر في المركب اهو 3، في الكتله الذريه بتاعته اللي عاملها لي اهو في 100. ما تنساش، هتقول لي ال 100 خليها بره، هي هي كده احسن لي عشان ما انساش. على 80 اتفضل، آلة حاسبة ومن غير آلة حاسبة، صفر مع صفر، على 8 في 1 على 8 في 2، 2 في 3 بكام؟ ب 6، يبقى 60 ايه في المية.
طيب يلا النسبة المئوية للنيتروجين أي حاجة، المهم لازم التوتال يبقى إيه المجموع في الآخر 100%. تعالوا كده النيتروجين، النسبة المئوية للنيتروجين كام؟ كم ذرة نيتروجين أول؟ 2، في الكتلة الذرية بتاعتها 14 في 100، ما تنسوش أهو، على 80. يلا نختصر، 0 مع 0 على 2 فيها 1، على 2 فيها 4، على 2 فيها 2، على 2 فيها كام؟ 7، يبقى كام؟ 70. 70 على 2 بيساوي 35%. يا مستر بالآلة، ماشي اشتغل بالآلة. ماشي تعال بقى الأخيرة، النسبة المئوية لمين؟ للهيدروجين. خليك ناصح وخليك ناصحة كده، لازم بصوا كده، 60 و35 95، باقي كام من 100%؟ 5%. لو ما طلعش كده يبقى احنا بنحل غلط. نشوف الهيدروجين 4، الكتلة الذرية بتاعته بواحد. ملاحظين ان انا يعني ايه بزود رتم شوية عشان ايه بس الوقت. يبقى 4 في 1 في 100، ما تنسوش، على مين؟ على 80 زي كل مرة، كل مرة نقسم على 80. اختصر 0 مع 0 تمام، على 4 في 1 على 4 في 2 يبقى 10 على 2 فيها 5. يبقى انت كده وانت كده في التمام، يعني النسبة 100%. مسألة جميلة ويعني فيها فكرة حلوة. تعالوا بقى كده نشوف مسألة مطلوبة وكذا طالب وكذا طالبة طلبوها على اليوتيوب. المسألة دي في كتاب الامتحان صفحة 122. طبعا ديت من المسائل المهمة، وانا صحيح اتأخرت في الرد بس مش عشان حاجة، ونخلي اسلوبنا حلو. وراك شوية يا مستر، انت ما ردتش ليه؟ ما بتردش ليه؟ انت مش عارف تحل المسألة يا مستر؟ ده كلام بصراحة غلط وعيب، عيب يا طلبة أولى ثانوي. خلاص مستر بص وشاف وقال حاضر وطيب وانشغل بحاجة تانية، عيب الأساليب دي، عيب. احنا في حاجة اسمها تربية وتعليم، للأسف التعليم يكاد ينقرض. هنخلي التربية كمان تروح؟ يعني خلي حاجة واحدة فيهم موجودة. فمعلش يعني كده تنمرة، خلي الأسلوب حلو. رد يا أستاذ، مش عايز ترد ليه؟ في ايه؟ هو الاستاذ قاعد عشان انا كتبت رقم الواتس وقلنا في مناقشات ونشوف، بس المستر ما فضاش، ايه المشكله؟ بفضل من ربنا شغال في جميع المراحل، ودي مشكله، مشكله عبء عليا. فاحنا نخلي اسلوبنا احسن. المستر ما ردش، ايه المشكله؟ بسرعه يا مستر، اصل المستر اعطاها لي ولازم الوقت احلها. في ايه؟ طب ما المستر بتاعك يحلها لك، قول له حلها لي، مش فاهم. لكن الاسلوب ده سيء، اسلوب سيء. اصل واحده زميلتي جايبها لي وعاوز احلها الوقت اهوت، اصلا هبقى وحشه قدامها وقدام إيه؟ لا ما ينفعش، بلاش الاساليب دي. احنا عايزين نتعلم من اجل العلام عشان ربنا يبارك في العلم. خلاص نبدا المساله عشان الوقت، نقراها عشان نشيل الكتاب ونبدا نحلها. عند احتراق 50 مول، انا سايبها لكم اهوت، واللي ما عندوش الكتاب لان في ناس كتير ما اشتريتش كتب للاسف. يعني مساله قدامكم اللي عاوز ينقلها سيبها لكم دقيقة اهيت قدامكم في الصورة، ونبدأ نحلها مع بعض وبالراحة خالص وبهدوء عشان نفهم هو عاوز يقول ايه في المسألة. نبدأ على طول يلا، واسيب الكتاب حتى واحلها والكتاب محطوط. بصوا يا جماعة، مسألة باختصار اهي، الكاميرا بس اظبطها عشان يبقى في مجال للورقة نحل معاها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نفهم المسألة كده مع بعض. عند احتراق 50 مول من الهيدروكربون، اعطينا هيدروكربون معمول بصوره معينه. يعني ايه معمول بصوره معينه؟ عامل لي سي اكس واتش واي، ده مركب هيدروكربون. بيقول لي احتراق، كلمه احتراق يعني في جو من الاكسجين وسهمه حراره، شرط المعادله. اي احتراق اي مركب عضوي، قاعده قايلينها في الفيديوهات اللي شارحين فيها، في ثاني اكسيد الكربون وبخار ميه، تمام؟ يبقى الناتج ده لازم كده واحنا مغمضين. يعني ايه يا مستر؟ يعني نحفظ القاعده ديت؟ طبعا، عشان هتفيدنا في ثالثه ثانوي وكمان مش اولى ثانوي بس. اي احتراق لاي مركب عضوي لازم ينتج ايه؟ ثاني اكسيد الكربون وايه؟ وميه. بالراحه كده وبهدوء بقى يا مستر كده عليا، تمام. عند احتراق 50 مللي من الهيدروكربون سي اكس اتش واي في وفره من الاكسجين او مشاطب على او 2، يبقى الحوار ما بين المركب العضوي والناتجين اللي طالعين. طيب في وفره من غاز الاكسجين يتكون 200 مللي من غاز ثاني اكسيد الكربون، تمام. هنشوف هنعوض ازاي الوقت حالا. و
250 مللي من بخار المي عند السي تي بي اللي هو الضغط والايه درجة الحرارة في الزمن القياسي بتاعنا. ما الصيغة الجزيئية لهذا الهيدروكربون؟ واعطيني اختيارات. خلاص طالب مني اختيارات. المسألة هسيبها كده ونبدأ نحل بقى. نقوم قاسمين الصفحة كده بالنص. ليه؟ قاسمينها بالنص ليه؟ احنا عاوزين نشوف ايه الموضوع بقى هنا وبالراحة وبهدوء. أولا عامل لي سي اكس خلاص و اتش واي. هنجيب مرة سي اكس و اتش واي مرة مع ثاني أكسيد الكربون ومرة مع مين؟ مع المية. قبل ما نعمل كده نبص على المعادلة. سي اكس يبقى أحط اكس قدام الايه؟ كربون. كلمة اكس يعني عدد مولات اهو. طيب الاتش، الاتش هنا اتش واي، طب هنا 2 اتش، يبقى ما تنفعش كده؟ لا تنفع، بس اقول نص واي او اكتب واي على 2. تاني يا مستر، اضرب كده 2 في 2 يعني اختصر الاثنين مع الاثنين، هتبقى ايه؟ واي قدام الاتش. احنا محتاجين الاتش هنا، مالناش دعوه بالاو الوقت. يبقى هنا انا حطيت اكس بس ليه؟ لان ذره كربون واحده. وهنا ايه؟ اكس عدد مولات واحد. طيب هنا عدد مولات واحد وكان هنا اتش 2، يبقى بعمل نص واي. خلاص انا بس عشان ايه ما زنقش الخط، المفروض اعمل نص واي كده. فنص واي عندي عشان اضربها في الاتش 2 هتطلع لي واي زي ما هو عاملها لي. طب نبدا بقى شغلنا. مره هنشتغل سي اكس اتش واي مع مين؟ مع الواي على الاثنين اتش 2 او. تمام. طيب وهنا سي اكس برضو اتش واي مع مين؟ مع الاكس سي او 2. عايزين نجيب الاكس والواي بقى وبالراحه خلاص وبهدوء. تمام. انا عندي بنتكلم في حجوم. خلاص كلمه حجوم في الكيمياء يعني ايه؟ يعني هقول 22 واربعة من عشرة لتر من هذا المركب العضوي بديني اكس، بديني اكس خلاص 22.4 لتر. طب انت عملت ايه؟ والسطر الاولاني دايما بنعمله يا اما حجوم يا اما كتله موليه يا اما جرامات يا اما مولات. طب هنا باللتر عشان حجوم. تمام. طيب اعطيني قد ايه هنا؟ كم ملي؟ كم ملي هنا؟ اعطيني، بيقول لي 50 ملي من المركب. يبقى 50 هقسمها على الالف. لا يا مستر، هقسمها على الالف علشان عاوزها باللتر. خلاص يبقى الوقت هنا هوت، هقسم على الف وسيبنا من الاختصارات الوقت. خلاص يبقى 50 على الالف. طب ما هو عاطيني هنا ثاني اكسيد الكربون بيقول لي كام؟ 200 ملي. تمام، يبقى هقسم على الالف برضه عشان يطلع لي باللتر اهو، لتر. خلاص احب اخلص ديت، نخلصها قبل ما نعمل ايه؟ ضرب تبادل. يبقى في الحاله دهيت ما زلنا عايزين اكس، افتكروا ان احنا عاوزين اكس دي. طب ما نختصرها، نختصر 0 مع 0 يبقى ايه؟ 5 من 100. 5 من 100 خلاص لتر، مع اختصر 2 0 يبقى 2 من 10 لتر. يا ريت نركز في المساله. خلاص يبقى لو عملنا ضرب تبادلي اقدر اجيب اكس كده الوقت، اقدر اجيب اكس. اكس هيت بتساوي الاكس مضروبه في ايه؟ الاكس مضروبه في 5 من 100، يبقى انا اهوت 0.05 اهو. الاكس مضروبه في ايه؟ 5 من 100. طب هنا هنضرب اف ايه؟ 22.4 خلاص مضروبه في ايه؟ في 0.2. تمام، بالآلة الحاسبة نختصرها هنلاقيها طلعت كام؟ اكس هتساوي 4 ايه؟ مول. يبقى الاكس هنا عندي 4 مول. يبقى احنا لو بصينا هنا اهو، هل في ذرات كربون هنا 4؟ في سي ودي، في 4 وده 4. عايزين نشوف بقى الهيدروجين هيطلع كام؟ بنفس الطريقة لو فهمنا دهيت، دي سهلة جدا معانا. يلا نبدأ. احنا اتفقنا بنبدأ هنا حجوم قصاد بعضها. تمام، يبقى الوقت هنا اهو 22.4 لتر. خلاص يبقى الجزئية الخاصة بايه؟ بالحجم هنا. طيب بتدينا قد ايه هنا؟ اوعى تنسى نص واي. خلاص يبقى النص واي
خلاص مضروبه في ايه؟ مضروبه في ال 22، اعملها دوت بقى 22 4 من 10 لتر. ايه حكايه دوت او نقطه؟ لما يكون في اكس وواي والكلام ده ما ينفعش اعمل اكس علامه فيه هنا، يعني خلي فيه برضو ايه تكه ذكاء كده صغير. تمام، هو الاستاذ قال لي هنا اتفقنا 50 مللي، يبقى برضو عشان ايه ما نضيق، بصهم اهي بالظبط زي التاني 50 على 1000 عشان ما نقولش المستر خلفها ليه. طيب هنا اداني المره دي ايه؟ اداني 200 مللي؟ لا، اداني 250 مللي. ركزوا في الحته التانيه دي، 250 مللي خلاص من بخار الميه، 250 مللي من بخار الميه. يبقى هنا قصاد ال 200 هتبقى 250 بس اقسمها على 1000 برضه. تمام، لتر. نختصر، خدوا بالكم انا عامل الاثنين زي بعض الوقت. المره دي انا عايز واي، وافتكر ان الواي مضروبه في نص خلاص عشان ما ننساهاش بدل ما نسيبها بره. يلا نختصر، 0 مع 0 0 مع 0 هنا اهوت، معروف ان هي 5 من 100 زي دي بالظبط، مع هنا 25 اقسم 25 على 100 يبقى 0 بوينت اللي هي 25 ايه من 100. تمام، لتر. اضرب بقى كده ضرب تبادلي وركز ان نص واي اعملها فوق عشان ما نتلخبطش، نص واي اهي مضروبه في ايه؟ مضروبه في 5 في، بلاش كده، يبقى احنا عاوزين الواي. خلاص، يبقى الواي على 2 زي ما انا عاملها كده اهو هتساوي شرطة كسر الواي او نص واي مضروبة في ايه؟ 0.05 زي التانية بالظبط، يبقى المقام زي المقام. تمام، الاختلاف بقى هنا المرة دي 22 و4 من 10، 22 و4 من 10 مضروبة في ايه يا شباب ويا بنات؟ 0. خلاص، او نعملها فيه مش مشكلة زي التانية اهي 0.25. تمام، آلة حاسبة نطلعها، الواي هتطلع لي، الواي بالآلة الحاسبة نحسب هتساوي 10 مول. ركزوا بقى معايا كده، كان في اختيارات، قلنا يا سي يا دي اللي صح، أيهما الوقت؟ أنا عندي الواي طلعت بكام؟ ب 10، والإكس طلعت ب 4، يبقى الصيغة اللي طالعة هتطلع لي سي 4 اتش كام؟ 10، وده الناتج اللي طالع. ومسألة جميلة وحلوة وتستاهل الناس اللي كانت طالبة تحلها وعاوزة تفهم. مش هطول عليكم أكتر من كده، هما مسألتين صحيح بس فيهم أفكار حلوة. المسألة الأولانية أفكركم فيها بسرعة، الأولانية أهيت مسألتين قصاد بعضهم عشان هثبتها لكم، يبقى دي رقم 1 ودي رقم إيه؟ 2. خلاص، يبقى المسألة رقم 2 دهيت في الكتاب صفحة 122 عشان اللي عايز يجيب رأس المسألة قبل ما يحلها، ونبص فيها وفيها فكرة حلوة. طبعا ده هتفيد بتوع الأزهر أبنائنا في الخارج، وممكن تيجي في التربية والتعليم، لأن بتوع التربية والتعليم بيفكروا اختار يعني إيه نهبد أو نفكر كده وننشن وخلاص. لا، ما هي دي مسألة اختيارية أهي، يعني دي الإجابة بتاعتها حرف دي في المسألة، ما دي اختياري بس، خدت مننا 5 دقايق أو 7 دقايق أو 10 دقايق. فالناس ما تقولش مقالي ولا مش مقالي، نفهم المناهج ونذاكر يا جماعه عشان ربنا يهدينا كده ونبقى كويسين والايام تعدي على خير. خلاص، يبقى تاني اهو المسالتين قدامنا همت في الكاميرا عشان اللي عايز يتابع ونفهمها يا جماعه ونشوفها اكتر من مره، نشوفها اكتر من مره. خلاص، مستر مصطفى رجب يحييكم مدينه دمياط الجديده، الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المسألة التانية برضو سايبها لكم اهي شوية صغيرين، نبص عليها ونفكر فيها لأن بصراحة مسألة حلوة وفيها فكرة. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.